حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذه الحلقة نستضيف هنا في الأستوديو الشاعر الشاب من سوريا، معنا الشاعر سمير حصري. حيا الله سمير، أهلا بك، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا بك أستاذي أستاذ مصطفى مطر. أولا أود أن أشكر قناة الرافدين، هذه القناة الكريمة، على هذه الدعوة الطيبة، وأنا أشكرك أنت شخصيا. أشكرك. أنا مسرور جدا يعني بلقائي بك. الله يعلم، والله يعلم أني يعني من أشد المعجبين بك شعرا وإعلاما. وأنا أكثر سعادة بوجودك معنا في الأستوديو يا سمير. وخير معرف بالشاعر شعره. قبل التعريف بك شاعرا وإنسانا وصاحب طموح، نريد أن نفتتح هذه الحلقة بقصيدة، ومن ثم نذهب إلى التعريف عنك وقليل من السيرة الذاتية، إلى القصيدة الافتتاحية. نعم، تفضل سمير. القصيدة دعوة إلى الحب. تفضل. كلانا نزف من الليل شوقا، وعند الصباح نغرد عشقا، كطيرين نغدو بعيدا، نقول أحب، فبالحب نعلو ونرقى. ستعلو بحور الهوى ذات يوم لتنفي قلوب العداوة غرقا، ورب السماء سيأتي بعيسى لتحيى السعادة غربا وشرقا. نبي من الله جاء رحيما بقلب محب ندي وأنقى، فصلي عليه صباحا مساء فذلك للقلب خير وأبقى. وكن مؤمنا مثل موسى قويا تشق الطريق لحلمك شقا، وأشعل لهيب الدعاء وأقبل وحيدا ستلمع بالكون برقا. دع الناس وامضي إلى المجد فردا، فمن ربك الزاد يأتيك غدقا، ومد يد العون حبا وطوعا. جميل. جمال الزهور نداها ورقا. سيأتي على الناس عصرا كريها، سيأتي على الناس عصرا كريها، فخمر فؤادك تقوى لترقى. سيرمى الجمال بغيهب جب وتكلم روح المحبين توقى. سيرمى الجمال بغيهب جب وتكلم روح المحبين توقى. سيغدو الفتى بعد عمر سجينا، سيغدو الفتى بعد عمر سجينا، فإن النساء فيه قد ذبن حرقا. سيغدو الفتى بعد عمر سجينا، فإن النساء فيه قد ذبن حرقا. تجوع الدنا إثر سبع عجاف، فيأتي الأمين بعدله سقا. تهب رياح القميص نسيما على الصابرين لعمري سيلقى، على الصابرين لعمري سيلقى. عسى أن يأتي البشير بهذا القميص بعد طول إظلام وقتام. ما شاء الله عليك يا سمير، يعني افتتاحية موفقة إلى حد كبير. وبعد أن عرفتنا عليك شعرا، عرفنا عليك من حيث الطموح والجهد. عرف المشاهد الكريم على نفسك بنفسك، يعني بغضون دقيقة، تفضل. نعم أستاذي، أنا سمير حصري من سوريا، من مدينة حلب، هذه المدينة الجميلة. عمري 18 عاما، أتيت إلى تركيا، هذه البلاد الذي أحب، منذ 5 سنوات. نعم. وعملت في مجال الخياطة، والآن أكتب الشعر وأعمل في مجال الخياطة. جميل جدا. يعني يقال سمير ما أخطأ نحوي قط، لكن قد يتساءل بعض المشاهدين لماذا قلت سأتي على الناس عصرا كريها، والأصل هنا أن تكون في محل فعل، سأتي على الناس عصر كريه، أم أنك نسبتها للجمال الذي تتوقع أنه ربما يستحيل الجمال عصرا كريها، يصبح الجمال عصرا كريها؟ لا أستاذي، أنا لم أقصد ذلك. أنا قصدت بالجمال يعني أن هؤلاء يعني الناس الذي قلوب في قلوبهم حقد سيرموه في الجب. نعم. تمام؟ ثم سيلقونه في الجب. نعم. كما نعيش الآن في عصرنا الحالي، يعني أنه سيرمو الجمال في الجب، ثم يعني سنة الكون، سنة الكون أن ينتصر الحق والجمال والحب. نعم. ثم سيخرج هذا الجمال من جبه. لماذا سميتها دعوة إلى الحب إذا؟ أستاذي، لأن الدنيا تقوم على الحب، وجميع الأنبياء جاءوا بالحب والسلام
لذلك أسمنتها دعوة إلى الحب، لأني أيضا أنا أحب الحب. أحسنت أحسنت يا سمير. وقبل الذهاب إلى سؤال من نوع خاص، إلى قصيدة مختلفة نوعا ما عن سابقتها، إلى الشعر مجددا، تفضل سمير. لأني ثائر نص، أرادوا قطع فكري والبناني، وللإرهاب قد نسبوا كياني، لأني ما كذبت وقلت زورا، خسيس خلف قضبان رماني، أنا حر وإن قيدتموني، سأبقى شامخا سيفا يماني، لأن الشام حبا أرضعتني، فلا أرضى بعيش مع أناني. لأن الشام حبا أرضعتني، فلا أرضى بعيش مع أناني. نفضت الخوف عن قلبي لأحيا كريما دون ذل أو هواني، لآخذ حق طفل في بلادي تراق دماه من كلب جباني. أيا فرعون هذا العصر مهلا، أيا وغد وربي أنت فاني، وأنتم طبلوا وارضوا بذل، لعمري إنكم أهل الهوان. سنشفي منكم أرضا أبيا، ونحظى ذات يوم بالأمان، وتكتب صفحة التاريخ ثرنا بأفعال وقول باللسان، بأفعال وقول باللسان. أعطني هذا النص أستاذي. هذا البيت الأخير مقتبسا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنا هنا أذكر أننا قمنا بأقوى الإيمان، العمل باليد، الفعل والقول. نعم أحسنت يا سمير. أنا هنا لا أمارس دور الناقد الجلاد الذي يحمل الصوت المنقوع بالزيت والملح، وإنما يعني وددت أن أضيء على بعض ما جاء فيه، وأن يعني أنبهك أيضا إلى بعض الأمور. يعني نفضت الخوف عن قلبي لأحيا كريما دون ذل أو هواني، هذا البيت فيه من الكرامة ما فيه، فيه رغبة الإنسان بالحياة الكريمة، الحياة التي تأنف الذل، تأنف المهانة، تألف الحب، وترضى أن تفرش يعني عظامها جسرا للآخرين حتى يعبروا، على أن تعطي الدنية. فكنت موفقا جد توفيق في هذا البيت. لكن لماذا سكنت حرف الجر مع؟ والأصوب أن تفتح حرف العين، أم أنها لزومية الوزن؟ هنا أتحدث عن بيت: فلا أرضى بعيش مع أناني. لزومية البيت أستاذي، حاول أن تتغلب عليها وأنت قادر، وربما تجد مفردة أجمل من هذه. نعم أستاذي صحيح، أصبت. لا بأس في ذلك. لأني ثائر، أو لأنني ثائر، نون التوكيد الثانية، لا بأس، وكل ما تقوله جميل. المهم أن تكون على عهد الثورة، ثورة الإنسان على نفسه أولا، ثورة الإنسان على كل ظالم ومجرم ثانيا. وحبذا بهذه الثورة أن يتخلق الإنسان دائما بأخلاقها. كلمنا عن الشام التي تحب يا سمير. أستاذي هذه الشام، البلاد الكريمة، يعني ماذا سأقول عنها؟ هي قل ما يخطر في بالك. لا يعني أنا من أجلها أريق دمي، أنا من أجلها أريق دمي، أظن هذا أبلغ ما سأقوله. إلى قصيدة جديدة الآن، وسنرى إلى أين ستأخذنا هذه المرة. سأخذك إلى مرور على القلب. تفضل. مرور على القلب. نعم أستاذي. جلست على شاطئ الشوق أبكي، أحن لصبح وفنجان بني، لورد عتيق على الأرض مرمى، وأنثى تقول بحضنك خذني. أحن لصوت يشع حياة، ووجه جميل كلوحة فني. مررت سريعا وثم انصرفت، رميت فؤادي أسيرا بسجني. ببعدك تبكي الفناجين شوقا، وتغدو الورود بوجه مسني. يا الله، أيا نشوة الروح يومي إلي. هذا ببعدك
ببعدك تبكي الفناجين شوقا وتغدو الورود بوجه مسني، أيا نشوة الروح عودي إلي، فما زال قلبي إليك اطمئني، سأبقى وربي بحبك أحيا وأكتب شعرا يحدث عني. أنا من أنا دون رفقة روح تخفف كرب الحياة وحزني؟ أنا من أنا دون رفقة روح تخفف كرب الحياة وحزني؟ خفف الله عنا وعنك أستاذ سمير. مرور على القلب، هذا المرور الذي جاء خاطفا وسريعا، لماذا لم يكن مكوثا في القلب؟ لماذا جعلته مرورا؟ لأنه هو أراد ذلك يا أستاذي، كان هذا النصيب. أنوه لأمر، ربما الشاعر يعني يتخيل قصة ويكتبها لكن لا ينشأ. أحسنت، ليس شرطا أن يكون ما يكتبه يعبر عنه، وإنما ربما يعبر عن آخر، معبرا عن حال أو عن لسان حال الآخرين. نعم. في هذه القصيدة أيضا نصيحة، طبعا نتحدث هنا كمحبين للشعر. طبعا أستاذي أنا أتيت لأتعلم منك، أنا لا أتحدث هنا كمعلم، وإنما أنا أعطيك انطباعي على هذا النص الجميل. هذا شرف لي أستاذي. تسلم تسلم يا أستاذ سمير. لورد عتيق على الأرض ملقى، ربما تكون أجمل من كلمة مرمى، لأن هذه الكلمة ربما لا أصل لها في العربية، لكن من الجميل أن ترتقي بالورد لا أن تلقيه، حتى وإن أراد الآخرون للظروف أن تلقيه أرضا. صحيح. الورد يكرم ويكرم. إذا أردنا أن نتحدث عن حلب التي تحب، ما الذي يخطر في بالك الآن تحن إليه ترجو أن تعود إليه ويستعاد أستاذي إلى شيء من حلب؟ إلى بيتنا وحينا الشعبي البسيط، إلى هذان يعني الغرفتين الصغيرتين في منزلي، إلى أبي الذي دفن بها. يعني أستاذي أنا ما لا أعلم ماذا أقول، حلب هي نبضي، هي روحي، يعني أنا أتوق لأن أعود إليها وأن أقبل ترابها. قد يقول قائل لماذا تركتموها، لماذا تخليتم عنها؟ نحن لم نتركها يا أستاذي، أجبرنا، أجبرنا، نحن لا نقبل بالظلم يا أستاذي، هكذا يا أستاذي. حلب الذي أحب، نسأل الله أن يجمع شتيتين بعدما ظنا ألا تلاقيا، والتلاقي لابد قادم بينك وبين حلب. ثقتنا بالله كبيرة جدا، ونعلم أن الحق سينتصر، وإن لم يكن على زماننا، وما زلت أنا صغيرا وأمل أن يكون على زماني وأن أكون أنا من المساهمين، ولكن إن لم يكن على زماننا فالجيل الذي يليه عسى أن يكون في هذا الزمان. أسأل الله عز وجل ذلك، نحن نسعى لذلك يا أستاذي، نسعى لذلك بالعلم وباليد وبالعمل وبالكد. أحسنت. إلى القصيدة التالية، ماذا ستقرأ هذه المرة؟ عنوان هذه القصيدة؟ لم أعنونها. لماذا؟ لا أدري. فاتك الوقت أم أستاذي الفكرة فرضت نفسها هكذا؟ الفكرة فرضت نفسها هكذا، يعني امبارحة أنا تفضل كتبتها، كنت بالكافتيريا، يعني كنت أنا يعني كتبت منها قبل ذلك بيتين. نعم. قبل يومين، وليلة الأمس أكملتها. تفضل اقرأها علينا إذا. نعم. في المقهى. بلوعة مشتاق حشاه جهنم، تعرقت وجدا إن قلبي مكلم، تمخض في صدري الحنين فأجهشت دموع النوى، بالله كيف رحلتم؟ على ذكريات الأمس ينبض خافقي، ولكن بلا روح فما عدت أحلم. أعزي شبابي إن عمري قد مضى، وضاع الفتى ذاك الذي يترنم. جميل، أعد. أعزي شبابي إن عمري قد مضى، وضاع الفتى ذاك الذي يترنم، سأضمر وجهي في الوسادة باكيا، وأبلع أناتي لعمري وأكتم. رجوت المنايا والرجاء محقق، لعلي إذا أرديت أسلى فأرحم. رجوت المنايا والرجاء محقق، لعلي إذا أرديت أسلى فأرحم. مررت بدار للأحبة نازفا، لظى الدمع فوق الخد بات يخيم. مررت بدار
للأحبة نازفا لظى الدمع فوق الخد بات يخيم تلبد وجهي عن تلاقي تبسم أهذا جزائي يا فؤادي المتيم تلبد وجهي عن تلاقي تبسم أهذا جزائي يا فؤادي المتيم عرفت المعالي منذ أول نشأتي ولكن بنار البعد ها أنا هائم ولكن بنار البعد ها أنا هائم. أسأل الله أن يبرد قلبك وألا تجد أي وجع أو ألم. عن الغربة وكيف يعيشها السوري، حدثني عن شعور الغربة، كيف وقع في نفس سمير حصري وكيف أثره؟ تفضل. أستاذي، لها منظوران، منظور سلبي ومنظور إيجابي. تفضل. تمام. الغربة تعلم وتربي، أكيد، وبنفس الوقت مؤلمة جدا. مؤلمة يا أستاذي، يعني نحن نصبر ونصطبر، ويعني الغربة كما قلت لك قاسية، فنحن نحاول أن نداري قلوبنا منها وأن نبقى متشبثين بروح الوطن ومتأملين أن نعود إليه مهما عملنا هنا ومهما أسسنا وما نحن نتأمل أن نعود إلى وطننا. حلم العودة هناك من يراه بعيد المنال وهناك من يراه أقرب إليه من حبل الوريد، هذا له انطباعه ووجهة نظره والآخر كذلك له انطباعه ووجهة نظره. صحيح. وينبغي علينا أن نتشبث بالأمل. عن فكرة الأمل في قصائدك قبل الأمل في حياتك التي ترجو أن تتحسن ودائما تتجه إلى الأفضل، عن الأمل وحضوره في نصوصك. أستاذي، الواقع يعني في الحقيقة لا يدعو إلى الأمل، ولكن نحن لنا قلوب تثق بالله، تمام، وثقتنا بالله هي التي تبعث الأمل في صدورنا. أحسن. نعم يا أستاذي، هكذا يعني إن الله مع الصابرين، وما أقوانا عندما يكون الله معنا. ما أقوانا عندما يكون الله معنا، وما أجمل هذا اليقين بالله الحاضر بروحك وجميل قولك. إلى قصيدة أو أبيات جديدة، تفضل مرة أخرى يا سمير. أستاذي، أنا عشت يعني بإسطنبول 5 سنوات ثم اضطررت إلى الانتقال منها، لذلك عندما فارقتها نزفت هذا النزف، قلت نزف على فراق إسطنبول. تركتك بعد سنين طوال، بقائي بقربك أمر محال، صحيح عشقتك عشقا عظيما وذبت بحبك حد الخيال، ولكن ظروفي ألانت ضلوعي وأردت بقلبي لأسوأ حال، لذا قد تركتك دون وداع، بصمت اكتفيت ودمعي سال، يقال بأن الدموع تبوح بما في الصدور وليس يقال. فؤادي من الشوق جمر تلظى، فما ظل لي غير دمع منال. يقال بأن الدموع تبوح بما في الصدور وليس يقال. نعم. فؤادي من الشوق جمر تلظى، فما ظل لي غير دمع منال، وجرح أفاق بروحي بلادا أحن إليها فبعدي طال. نزيف النوى فاض من عمق روحي، كأني ولدت لشد الرحال، أكابد وجدا يؤرق جفني، متى سوف أحظى براحة بال؟ تركت بلادا بها الحب فرض على كل من قد تبنوا الجمال، بحار وبوسفور وليل وشاي، صباح وكعك وركوة هال، مدينة زهو تشع حياة بها العلم فيض يربي العيال، بها العلم فيض يربي العيال. لكن حواضرنا أيضا لا تقل جمالا عن جمال إسطنبول، دمشق، بغداد، طبعاً، وكذلك صنعاء والقاهرة والقدس التي نرجو أن تعود حرة بإذن الله عما قريب، أنت لا تختلف معي على ذلك. طبعا أستاذي، يعني أوطانا هذه في المرتبة الأولى، تليها إسطنبول. أحسن، جميل جميل هذا. ربما إسطنبول جميلة بالصورة والشكل، ولكن بلادنا جميلة بالروح
والصورة والشكل. أحسنت أحسنت يا سمير، متواصلون لكن راح نذهب لاستراحة قصيرة الآن. فليكن أستاذي. مشاهدينا الكرام، إلى فاصل قصير، بعده نواصل، ابقوا معنا. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 1.0727 وعلى مدار النايل سات اعتباراً من الأول من شباط عام 2022، وأن البث على نظام SD سيتم إيقافه في 28 من شباط عام 2022. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم. ما زلنا في رحاب هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا هنا في الأستوديو الشاعر السوري الشاب سمير حصري. مجددا أهلا بك سمير. أهلا بك أستاذي. عنا الطموح في ظل حياة كلها وجع، طموح الشاب السوري في ظل ما يعيش من مواجع متلاحقة وأحداث لا تتوقف، حدثنا عن طموحك. أستاذي أنا يعني الآن بدأت في كتابة الشعر منذ سنتين أو ثلاث سنوات على وجه التقريب. طبعا عندما بدأت يعني كنت خائف مرتبك كذا، ولكن تعلمت لأني يعني أريد أن أرى أن أصنع شيء في هذه الغربة، يعني أن أذكر، يعني أنا لا أريد أن أكذب، أنا أريد أن أذكر في التاريخ، أن يكون لي بصمة، لا أريد أن أمشي الحيط الحيط. جميل، لكن النقش، نقش الاسم على جدار التاريخ يحتاج الكثير من التعب، وأظنك تسير بخطى واثقة صوب هدفك من أجل تحقيق غايتك. إلى قصيدة جديدة، وقع ابتلاء. وقع ابتلاء، ما اسمها؟ وقع ابتلاء. لماذا جعلت الوقع ابتلاء، أو لماذا سميت هذه القصيدة بهذا العنوان على وجه التحديد؟ أستاذي أنا شاب غني كان من حوله الأخلاء كثر، نعم. فأصابه فتجر بتجارة كبيرة ففقد ماله، فقد ماله، ثم يعني من أثر هذا الفقد مرض وجلس، نعم. بفراشه فتركوه أخلاءه وأصحابه، فكتبت بلسانه. تفضل. قريبون قريبون وقت الغنى والسخاء، بعيدون عني بفقري ودائي. سأمضي سأمضي أنا، لا أريد الذين يبيعون خلا بوقع ابتلائي. سأبقى وحيدا أربي الحنين، أطير بقلبي لحضن السماء، أبث لرب كسور فؤادي، وأبكي كثيرا كفصل الشتاء. ألح كطفل بريء يعاني، رقيق كخبز ندي بمائي. سمير النجوم قليل الكلام، بصدري نحيب وصوت عزائي، وما لي خليل يداوي جراحي، يزف دموعا لأجل بكائي. إلهي أرحني فإني أعاني، بجبر عظيم يرد هنائي، بجبر عظيم يرد هنائي. على الله أستجيب إلى دعائك ويرد ضالة كل مشتاق أن تعود إليه ضالته. فعلا نحن نعيش بزمن العجب، قلما تجد الكريم طبعا وخلقا ووفاء في زمن تقلب المفاهيم وكثرة المتناقضات للأمانة. الآن سمير، إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الفكرة ونسقطها على التجربة السورية، كيف كان السوري وكيف أصبح حاله؟ أنت نموذج. جميل يا أستاذي، انظر، الشعوب جميعها معنا، نعم. نحن يعني
أفئدتنا تنبض من نفس النبض. أحسنت. تمام أستاذي. وهذا ما يهم، وهذا يعني ما نحن السوريون نريده، الشعوب. يكفينا وقفة الشعب معنا. قلت في قصيدتك: وأبكي كثيرا كفصل الشتاء. هل الشتاء عبارة عن بكاء أم هو فرج سماوي أم له أيضا تفسير آخر مختلف؟ أستاذي، لا هو هذا ولا هو ذاك. يعني أنا توفى والدي في الشتاء، فأرى الشتاء عام للحزن. نعم نعم هكذا. وإن كان فيه سرور ويعني، ولكن يعني فكرة فصل الشتاء لديك مرتبطة بفكرة الفقد. الفقد والوجع الذي يعيشه أهل المخيمات يا أستاذي. أنا أحب الشتاء ولكن الآن لا أحبه. أرى الخيام وأرى العوائل كيف هذا، يعني لا أعلم. أنا يعني كنت أحب الشتاء ولكن الآن لا أحبذه يا أستاذي. أصبت به من وجعين، وجع هذه الخيام ووجع فقدان أبي. وجع الخيام؟ الخيام، المخيمات في سوريا. نعم. وجميع البلاد. وجع فقد الأب. فقد الأب، نعم. عن وجع فقد الأب الذي يمثل لك ربما غربة مركبة ويجعلك تواجه الحياة بسن مبكرة، وقد فقدت المعين وحائط الصد كما يسميه بعضهم. نعم. الأب هو حائط الصد الأول عن أبنائه. نعم. عن هذا الفقدان أكيد فقدت الكثيرين أيضا إلى جانب الأب. عن ألم الفقد بشكل عام، كونك سوريا عاش مرارة نزوح وذاق نير وألم الوجع بسكين، للأسف ابن ذات الدم واللحم، ماذا تقول؟ أستاذي، شعور الفقد كشعور مفارقة الروح الجسد من العينين، كما تخرج الروح من العينين هكذا أستاذي. شعور أليم جدا، قد ييأسك من الحياة. يا الله. ولكن الأمل موجود. الأمل موجود طبعا، برغم وجود الألم وسيطرته و من هيمنتي. أستاذي، من رحم الألم تمام يولد الإبداع وتولد الثقة بالله. يعني نحن لو لم نتألم لما ذهبنا إلى الله وصبرنا ورابطنا وصلينا وهكذا أستاذي. أحسنت. وإنما يعني يعتدل الخيزران بعرضه على النار، وكذلك يبدو الذهب صقيلا بعدما يتعرض لدرجة حرارة عالية هكذا تحت لما النار. النار ليست دائما دليلا على الوجع، وإنما ربما تكون سببا إلهيا لإظهار أفضل ما لدينا ولإبداء بريق القلوب تماما كقلبك، وإلى بريقك في نص شعري جديد. ماذا ستقرأ هذه المرة؟ هذه المرة سأقرأ من النظرة الأولى. تفضل. من النظرة الأولى نزلت بصدري، وسهمك يا روحي غدا في فؤادي، وصرت كمجرى الدم تجرين داخلي، وباسمك هذا القلب راح ينادي. أياما بعينيها سكينة عابد يصلي بمحراب من الله خاشية، تفوحين حبا مثل أم حنونة رأت وجه طفل غرغر الدمع باكيا، فتاة تغار الشمس من نور وجهها، تمثل حسن الورد أصبح باديا، بوصفك إعجاز كأنك آية إذا تليت تفنى الهموم تواليا، أحبك يا أحلى وأرقى فراشة، دعوت إلهي أن تكوني حلاليا، تعبت على مر السنين من الأسى وأنت التي فيها وجدت خلاص. أعد متفضلا. أحبك يا أحلى وأرقى فراشة. أحبك يا أحلى وأرقى فراشة، دعوت إلهي أن تكوني نصيب حلاليا، تعبت على مر السنين من الأسى وأنت التي فيها وجدت خلاص. وأنت التي فيها وجدت خلاصي، عسى أن يكون هذا الخلاص حميدا كما ترغب وكما تشتهي. قبل الذهاب إلى القصيدة الثانية، نتكلم قليلا عن فكرة التشبث بالحياة لمن كاد أن يتذوق وجع الموت، عن فكرة التشبث السوري بالحياة بعد الذي لقاه من العذاب، من القصف بالبراميل المتفجرة، من الألم، من التهجير.
استكرار تشبثكم بالحياة. أستاذ مصطفى، هذا حقنا ونحن نقاتل دونه حتى يبينا، يعني ونحن نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلا كما يقول الدرويش محمود درويش. نعم هكذا، يعني نحن أصلا قامت الثورة من أجل الحياة الكريمة. نعم هكذا يا أستاذ. عن فكرة المبدأ والقيمة والتضحية من أجل المبدأ وما يحمله الشاعر في ذاته من القيم، هل أنت ترى أن الشاعر ينبغي أن يترجم قيمه التي يكتبها أيضا يترجمها بأفعاله، أم أن عليه أن يكتب على الناس أن تتأسى بما يقول وتتربى بما يفرض أو بما يفترض من عبارات جميلة وقيم سمحة؟ كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تعملون، أن تقول ما لا تفعلون حتى عند الشاعر. نعم أستاذي، كما يقول غاندي، إن أردت أن تغير العالم فابدأ بنفسك. هكذا، يعني أنت ترى أن على الشاعر أن يطبق الأفكار التي يسوقها في قصائده. طبعا أستاذي، لكن بعضها يكون خياليا أحيانا. لا، أنا أقصد أنت ذكرت القيم. أحسنت، القيم الأخلاقية. أحسنت، والقيم الصحيحة. جميل، وهكذا. جميل يا سمير. عن هذه القيم أو من أبرز هذه القيم التي ترى أنه لابد أن تكون دائما حاضرة في شعر سمير حصاري، من أبرز هذه القيم؟ الالتزام، أن لا أوحي إلى شهوانية أو إلى مثل هذه الأمور. غير هذه القيمة؟ أن أكون يعني متكلم بلسان كل متوجع. قيمة ثالثة؟ ألا ترى الحب. أن الوفاء؟ الحب والوفاء طبعا أستاذي، الحب هو من ضمنه الوفاء. لا يكون الحب حبا ما لم يسور بسوار الوفاء والاهتمام. طبعا أنا قلت مقولة، شعور دون حب دون اهتمام شعور يحكم إجهاضه. أحسنت، أحسنت كثيرا. ومن هذا الوفاء أيضا النفي لمن لهم فضل علم ونصيحة علينا، أليس كذلك؟ أستاذي، أنا يعني شعراء كثر يعني قالوا لي أنت ستصل وأنت وأنت وأنت، وأشكرهم جميعا، ولكن أحب أن أشكر وأوجه هذا الشكر لربان السفينة الشعرية إذا صح التعبير. من هذا المحظوظ؟ الأستاذ إبراهيم الشيخ العباس، هذا الشاعر المجيد الخلوق. جميل هذا الوفاء وأن تذكره من خلال هذه الحلقة، ونحن بدورنا نثني عليه ونشكره أنه دائما يقدم لك مصحة طيب. أحسنت، أحسنت يا سمير. إلى قصيدة جديدة تفضل. أنثى الشاي، لها قصة قصيرة. فتاة وشاب في الجامعة يحبان بعضهما. الفتاة من عائلة غنية، ولكن أهل يعني أهلها ملتزمون ولا تهمهم المادة، والشاب فقير. أحبا بعضهما فحثته على أن يخطبها حتى تكون الأمور كلها في الحلال وفيما يرضي الله. فقال لها: أنا يعني لا أملك مهرك، أنت أباك التاجر الفلاني. قالت له: اليوم في المساء تعالى يعني أحدث أبي ونرى. هي أخبرت أباها طبعا، وجاء الشاب إلى بيته فقال الأب: أنا يعني هذا اختيار ابنتي وأزوجها لك، ومهرها هي تحب الشاي، فمهرها أن تفعل لها، أن تصنع لها كل يوم كوب من الشاي. فأنا عن لسانه في ذلك الوقت قلت: أنثى الشاي، مساء الحنان وورد وعنبر، لأنثى تفوح نسيما معطر، بحس رقيق وحسن مكمل، بصوت أسر فؤاد المكدر. فتاتي، برؤياك أنسى همومي، أعود كطفل سعيد وأكثر. أحبك، لا بعد عني فأنت، وقعت بروحي كضربة خنجر. تعبت كثيرا وتاهت خطاي، وأنت دليلي بتيه المبعثر. تعالي لنحيا سويا بحب، ومهرك قلبي فبيتي مدمر. غني ولا أملك المال، إني ملكت ملاكا وشايا وسكر. ملكت ملاكا وشايا وسكر. لماذا جعلت إقامتها داخلك كضربة أو كطعنة خنجر؟ وطعنة الخنجر مشهود لها أنها ربما تكون في معركة أو ربما تأتي من قبيل غدار ومن شخص غادر. أنا يعني لم أقصد ذلك، تمام؟ أنا قصدت أنها علمت هذا العلام الجميل بروحي وليس بجسدي، العلام الجميل. ربما كان هناك من يقاسمك هذه الفكرة ويقتنع بهذا التفسير، لكننا لم نقتنع بهذه القراءة ونكتفي بها. نريد أن تقنعنا بالمزيد.
إلى قصيدة جديدة، تفضل. يعني أستاذي فلسطين أرض الطهارة، تفضل. أبيات قصيرة ولكن فلسطين يا وجع المؤمنين، نفضنا القلوب في دثائرين، نريق الدماء على كل فج لنروي ترابا علاه نبينا، ورب السماء أردنا الشهادة وإنا غضبنا ولا لن نلينا. إذا البعض عنك تخلى فنحن، إذا البعض عنك تخلى فنحن هنا ولسنا كهم بائعين. فلسطين أنت إذا مت متنا، أنحيا إذا ما فقدنا الوتينا. قضية كل شريف وحر، قضية كل شريف وحر، سنحمي حياضك حصنا حصينا، سنأتي إليك حشودا حشودا، ننادي الدروب إليها خذينا. قضية كل شريف وحر، عن هذه الحرية الجماعية المرتقبة، حدثنا عن قيمة الحرية في الوجدان العربي، كيف تتخيلها؟ أستاذي الحرية هي يعني حق لكل إنسان، ونحن يجب لا تحسبن المجد تمرا أنت، لا تحسبن المجد تمرا أنت أكله لن تلعق المجد حتى لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. نعم، فنحن يجب أن نصبر، هي يعني أمر يجب أن نأخذه يعني حق، ولكن هؤلاء الذين حجبونا عنها هذه الحرية فيجب أن نصبر ونقتلعها منهم. يجب علينا أن نقتلع حريتنا منهم اقتلاعا. نعم، أحسنت أحسنت. السكوت قد لا يجد. عن فكرة القراءة المحفزة للكاتب الطموح الباحث عن تشكيل نفسه الشعري الخاص، كلمني عن جوعك للقراءة، وإن كان لديك ثمت خطة معينة يعني تلتزم بها من أجل تحقيق هذا الهدف. أستاذي أنا يعني إذا ما قرأت يوميا يعني لا أستطيع، أو حتى أوقات يعني حتى أوقات كما حتى لا يعني يصير كذب، لا تتسنى لي الفرصة حتى أقرأ، ولكن القراءة مهمة بحياة ليس فقط الشاعر بل هي الإنسان. الناس يروها مكملات ولكن هي فرض. نعم، الناس يرونها مكملات، أحسنت. نعم أستاذي، إنما هي فرض القراءة. نوعية القراءات المفضلة لديك؟ أستاذي أنا بالنسبة لي القراءة مهمة بشكلها العام، ولكن أنا بالنسبة لي أحب أن أقرأ التاريخ. لماذا على وجه التحديد؟ أولا لأهرب من هذا الحاضر، من هذا الواقع الموجع، ولأتعلم ولأمشي على سيرهم. التعلم من تجارب السابقين. نعم، الذين صبروا فنالوا فنجحوا، ونرجو كذلك لك أن تنال وتنجح بعد صبرك، ويبدو أن رحلة الصبر ممتدة، لكن الأجمل أن يكون في نهاية رحلة الصبر هذه يعني حلاوة ملموسة وثمار لا يمكن يعني إلا أن يقطفها من غرسها وسقاها بماء عينيه. نعم، إلى قصيدة جديدة يا سمير، تفضل. قصيدة جديدة. نعم أستاذي، سل الليل أيضا لم أعنونها، تفضل. سل الليل يخبرك بعض عذابي، بكتم شعوري سيفنى شبابي. أحبك أنت جميع الأماني، أحبك أنت جميع الأماني، وإن تكبريني فلا لن تعابي. أحبك أنت جميع الأماني، وإن تكبريني فلا لن تعابي. خذيني إليك تبني فؤادي، وكوني عطاء كماء السحابي. فإن ترفضيني سأبقى وحيدا، فإني لغيرك أغلقت بابي. أنا يا فتاتي من الشمع روحي، فلا توقديها بنار الغياب. أنا يا فتاتي من الشمع روحي، فلا توقديها بنار الغياب. إذا مت عشقا وحل الفراق، تعالي لقبري ومسي ترابي. ليهدأ روعي وتزهو رفاتي، فإنك تحيين قحط الجداب. رأيت بلادي بعينيك تغفو، تعاني الأمرين يا للخراب. خيام ودمعة أم تقول إلى الله نمضي ليوم الحساب. وجوع اليتامى لعمرك قاس،
وبرد الشتاء يزيد مصابي. بلاد الأجاويد ضاقت علينا، أما كنت يا شام أرض الرحاب. جميل. بلاد الأجاويد ضاقت علينا، أما كنت يا شام أرض الرحاب. ببأس الوغى خالد كان يردي، يذل الملوك بجز الرقاب. أباح حصونا وأرضى خصوما، سما المجد فيك بحكم الكتاب. ولكنك الآن قد هنت ويحا، جثوا فوق صدرك بعض كلابي. ولكنك الآن قد هنت ويحا، جثوا فوق صدرك بعض الكلاب. أراق العفاف بسبي النساء، وصار الحرام كشرب الشراب. أريد جوادا وسيفا ورمحا، أريد الدماء ترى في ثيابي. أيا شام مهلا علي سآتي، فإني وربي كرهت اغترابي. فإني وربي كرهت اغترابي. أسأل الله أن يحررك وإيانا وجميع المشتاقين من ألم الاغتراب، وأن تعانق شمس موطنك الذي تحب الساعة الساعة. يا سمير، ربما يعني يعيب بعضهم عليك استخدام مفردة جثوا فوق صدرك بعض الكلاب، إذ إن الكلاب يعني معروفة بالوفاء، فربما لو استبدلت مفردة الكلاب بمفردة أخرى بديلة يكون لها واقعها أستاذي المناسب لربما كان أكثر توفيقا. ما رأيك؟ أستاذي أنا يعني قتلوها المجرمون ثم جاءوا الكلاب لا رأوها ضحية فجثوا فوق صدرها. الكلاب ليست الوفية، بل أقصد الكلاب الجائعة. نعم، هكذا، هذه هي الكلاب. جميل هذا التفسير يا سمير. كلمنا الآن وبشكل موجز كذلك عن شخصية أثرت بك. أنت كنت حدثتني قبل الهواء عن أيمن العتوم، ربما كان شيء من قول أو رسالة أو شكر ما تود أن ترسله إليه بعد الحديث عن رواياته وأبرز ما قرأت أو أكثر ما قرأت منها. أستاذي أنا قرأت لأيمن العتوم يعني غالب كتبه. نعم. هذا الكاتب يعني أحزنني جدا، أنا يعني صار معي شعور اكتئاب من نعم. برواياته، وبنفس الوقت يعني ترى الأمل ينبعث داخلها. هذا الكاتب أنا أطمح، أنا أطمح لأن أركب ركبه. جميل. نعم. أيمن العتوم الأستاذ الكبير يعني أظن التقيت وإياه. التقيت وإياه في معرض الكتاب، ويعني عندما رأيته دهشت فاقتربت منه وقلت له بصوت خافض: أستاذي هل تسمح لي أن أقرأ عليك قصيدة من كتابتي؟ فقال لي: حبا وكرامة. فقرأت له دعوة إلى الحب، طبعا لم أقرأها كاملة، قرأت 7 أبيات على ما أظن. فأثنى علي وقال لي: أنت شاعر مطبوع. وقدم لي يعني ووقع لي كتابه، كتاب صوت الحمير، هذه الرواية الساخرة الذي تخاطب النفوس بأسلوب كيف سأقولها، يعني تخاطب النفوس بأسلوب يعني غير مباشر. جميل. إلى الشعر من جديد. إلى الشعر من جديد يا أستاذي. تفضل. قصيدة دموع الغيم. لماذا هذا عنوانه؟ قلت لك يا أستاذي الشتاء دائما مرتبط معك بالألم والفقد. نعم. والغربة والهجر. نعم. إلى دموع غيمك إذن، تفضل. حتى أنا عندما سافرت بالشتاء. تفضل. من الأحزان جئتكم شجيا، بقلب متعب أمسى شقيا. أجول الأرض يا أمي بدمع، بحس صار أعباء علي. رشفت الهم يا ربي صغيرا، فصبرني فلست هنا نبيا. كتوم لا أبوح بحزن قلبي، وعن إخراج آهاتي عصيا. فإن الناس لم ترأف بحالي، فإني لست يا ربي غنيا. أنا جرح يسيل وفيه بعضي، ينام الحزن في روحي مليا. دموع الغيم بعض من دموعي، وهذا البؤس قيدني جثيا. كأن الحزن لا يرضى بغير صديقا، قد رمى قلبي عتيا. نصيبي بالدنا أحلاه مر، وقلبي منهك
يحيى شجية وقلبي منهك يحيى شجية. دام هذا الصوت العذب، وإن كنت أرجو أن تبتعد عن الحزن وأن تكتب الفرح حتى وإن كان واقعك حزينا. أنا لا أقول لك يعني زيف أو دلس واقعك، وإنما أقول لك حاول أن تستحضر الأمل والفرح وكل ما يبعث على السرور ويخلق الجمال في نفسك، حاول أن تستحضره دائما في أبياتك وقصائدك يا سمير. قبل الختام رسالة إلى صديق لا تود أن تذكر اسمه وستصله رسالتك، ماذا تقول؟ أستاذي هو يعني لا يفهم لغة الشعر، أنا دائما أقرأ عليه فيقول جميل 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 ولكن لا يفهمها. كتبت به بيتان: خليلي ببعدك تقسو حياتي، سآتي إليك لأنك ذاتي، فمن غير قلبك يحنو علي ويبقى محبا لحد الممات. هذا الإنسان يعني أنا أحبه جدا. ذكرتني بصديق قال لي ذات يوم: يا خلي المجافي، كيف أحيا حياتي دون أن ألقى عيونك؟ إذا أنت استطعت العيش دوني أنا لا أستطيع العيش دوني. الله الله، جميل. خذنا الآن إلى رسالة من أجل الأرض التي تحب حلب الشهباء، ماذا تقول لها في ختام هذه الحلقة؟ إننا عائدون ونحن نحمل راية الحرية والنصر بإذن الله، وسيعلو المجد فيك كما علا من قبل. رسالة إلى سمير حصري بعد 10 سنوات، وكيف ترجو أن يكون؟ كيف تتخيله؟ يعني ابقى على مبادئك التي تربيت عليها يا سمير، ولا تنعطف نحو المغريات، فالمغريات كثيرة، ولا ترعى حول الحمى كي لا تشك أن ترتع فيه. لماذا كان هذا النصح على وجه التحديد؟ أستاذي أنا أخاف على نفسي، المغريات كثيرة، يعني أخاف على نفسي جدا، المغريات كثيرة وهناك شبهات كثيرة، ويعني أخاف أن أميل عن الحق وهذا يؤلمني. أنا طالب آخرة أيضا، ولست بطالب دنيا، يعني أطلب الدنيا والحياة ولكن أيضا أريد الآخرة يا أستاذي. أحسنت أحسنت يا سمير. رسالة إلى من تستحق، إلى والدتين، إلى الأرض التي أنجبتك وأمك التي تحمل عهد وأمانة الأرض التي تحن إلى العودة إليها أنت وإياها وكل المشتاقين إلى الحرية. نعم أستاذي، أولاً أمي، هذه المرأة التي كافحت من أجلنا، عندما توفى والدي هي ما زالت صبية، كانت صبية يعني، فلم ترضى أن تتزوج وعانت وكافحت من أجلنا وكدت وحملتنا بقلبها، هكذا يا أستاذي. والأرض؟ الأرض يعني بيننا موعد، بيننا موعد، إننا آتون، انتظرينا. وصلنا إلى الختام يا سمير، ماذا تحب أن تقول في ختام هذه الحلقة؟ أولا أحب أن أشكرك، أنا أحبك يا أستاذي حبا يعني الله يعلم. أشكرك أشكرك إعلاما وشعرا كما ذكرت في البداية. تسلم. يعني وأوجه يعني رسالة إلى الشباب، إننا ماضون، فاصبروا ولا تحملوا هم الدنيا في قلوبكم، اسعوا إلى الآخرة. أرجو لك كل توفيق دنيا وآخرة يا سمير حصري، الشاعر الشاب الخلوق المهذب، خلقك لفت انتباهي تماما كشعرك وربما أكثر. سعدت برفقتك هذه الدقائق التي مضت سريعة، وأرجو أن تستمر مثل هذه اللقاءات العذبة. شكرا جزيلا لك على تشريفك لنا في هذه الحلقة من بيت القصيد سمير حصاري. أحسن الله إليك أستاذي، أنا سرت جدا بقناة الرافدين وبهذه يعني الاستضافة الكريمة. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب المنى، إلى اللقاء.